لاكسيد اللي وقعت ليا هي اللي خلتني نكتشف هذا السبور ونزيد به القدام، حيت انا ما نقدرش نعيش بدافع. اللي ربحت بزاف لي ميداي، واهم وحده من هاد لي ميداي هي لو جو فرانكوفون. قدرت نحصل على الميداليه الذهبيه في الالعاب اللي كانت قامت في ابيجان في الكوت ديفوار. فاش خديت ديك اول ميداليه خارج البلاد، ما سنصف لكم داك الاحساس غريب، جاتني تفوريشه والضحكه وكل شيء، تخلطوا لي البكيه. سبور هو اللي عاوني باش انني نتحدى الاعاقه. هاد الاكسيدون اللي كانت وقعت ليا هي كنا جالسين مور الدار، كي تيبان لينا الخيط نتاع الضو طايح في الارض، وانا ديك الساعه كنت باقي صغير، كنت كنلعب بالسنتل نتاع الفيديو نتاع الكاسيت، وكان حتى الفوق كترجع عندي، حتى تلاحظ فوق داك السلك ويشتني الضو، حتى تقطع داك السنتل وتلاق لي الضو، قالوا هذا راه مات. اللاج ديالي فاش كشفت راسي انني كنميل لهواية السبور العاب القوى هي ديك 14 سنه. كان عندنا واحد سولونغور في المدرسه، واحد الدري كان معايا في المدرسه، وقال لي هذا راه ما يقدرش يدير، معاق ما يقدرش، وقال لي بجهد، وانا سمعتها صافي هذيك باش درت في راسي خصني نقص احسن منه. هي باش نقص احسن منه وبقى تيشوف ما بقاش عاود هضر. عاوني السبور انني يعني باش ننسى هادشي الاكسيدو اللي وقعت ليا، بانني شفت الناس اونديكابي بحالي بحالهم، وقول تقريبا كثر مني. كنشوف راسي تنقول انا الحمد لله. كاينين شي ناس تيشوفوا بان الاعاقه شي حاجه خايبه، انسان معاق راه ما خصوش يكون معنا في المجتمع. بالعكس، الانسان المعاق عنده قدرات، عنده مؤهلات بانني يكون شي حاجه الفوق. انا لا، بالعكس ديالو انني نتحدى الاعاقه ديالي، ونتحدى حتى الناس اللي كيشوفوني بنظره خايبه، وانني نقول بانني حاضر وغنكون معاكم وغنتحداكم.